الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي بوابه الفجر. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من محافظه الفيوم. احنا في محافظه الفيوم بالتحديد من حي لطف الله من منزل الطالبه مريم شريف صالح، ضحيه جديده من ضحايا تصحيح الثانويه العامه. كل سنه في هذا الشهر بنشوف مشاكل وخلافات وظلم بين بيقع على طلاب الثانويه العامه. احنا النهارده معانا مريم من ضمن المتفوقين من اولى ابتدائي لحد الان، لكن السنه دي حاصله على العديد من الشهادات في جميع المواد ومن جميع الجهات او من اكتر من جهه، من المدرسه من المدارس ومن الاحزاب ومن الاماكن كتيره. مريم اتفاجئت داخله علمي رياضه اللي هو قليل قوي من الطلبه اللي بيختاروه لانه صعب، فما بيدخلوش غير اللي حاسس نفسه ان هو متفوق او ان هو هيتفوق فيه. مريم اتفاجئت بالنتيجه. احنا معانا مريم هتشرح لنا، هتشوف هي جابت كام. وازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه؟ بخير الحمد لله. معلش قدر الله ما شاء فعل، وعرفينا كده بنفسك، عرفي المشاهد بنفسك. انا اسمي مريم شريف، ثالثه ثانوي علم رياضه. كنت يعني لو اطلع من الامتحانات كلها مدرسه الفيوم الثانويه المشتركه بديمو، كنت بطلع من الامتحانات كلها مبسوطه، وان انا كنت يعني طالعه لو عندي غلطات بسيطه مثلا، يعني كنت في 95% ان شاء الله، فاتفاجئت ان انا جايبه 45% وشايله 4 فروع بتاع رياضه، وانا اصلا داخله علم رياضه عشان انا بحبها. مين اللي جاب لك النتيجه يا مريم؟ انا. انت في البيت يعني دخلتي في البيت وجبتيها؟ جبتها وما كنتش مصدقه ان دي نتيجتي اصلا. اول ما فتحتي كده وظهرت قدامك النتيجه حسيتي بايه؟ او قعدت اعيط طبعا، كنت قعدت اعيط واصوت واقول لهم ان دي مش درجاتي وان دي مش نتيجتي اكيد. ودخلنا تاني وكده وحاولنا مره واثنين وثلاثه، بس طلعت هي بس انا واثقه ان دي مش درجاتي. انت مصدومه مش مصدقه مش متوقعه؟ لا مش مصدقه خالص يعني. مش يوم قلت يوم هنقص كتير، يعني جبت 90، يعني يوم ما اتظلم جامد في الثمانينات انا كنتش متوقعه خالص الاربعين دي خالص. وموضوع ان انا شلت الـ4 فروع رياضه ده ما كنتش برضه متوقعه خالص، يعني انا داخله علم رياضه عشان بحب رياضه. انت جايبه 45%، انت شايله الرياضه اللي كلها. هي اصلا اساس الشعبه. ايوه. انا ما كنتش متوقعه خالص ان انا يعني اشيل رياضه ولا اجيب فيها الدرجه دي خالص. شايله حاجه في الرياضه ولا الأربعة. كلها؟ لا الـ4 فروع كلها. بس فانا عايزه حقي يرجع لي، وعايزه ان انا تصحيحي وتصحيحي يتراجع، لان دي مش درجاتي خالص، انا مش مطالبه بس غير بحقي. كنت بتخرجي من الامتحان يا مريم كنت بتراجع مع حد الاجابات والاسئله؟ كنت براجع لو في حاجه مش متاكده منها بسال المستر وكده. يوم ما كنت باخد مواد اونلاين وكده، فكنت بشوف كان طبعا كل لما بنطلع بعد الامتحان كان بينزل اجابات وكده، كنت براجعها، كنت بلاقي عندي مثلا غلطات بسيطة خالص، يعني حاجات بسيطة مش يعني لدرجة نص درجة المادة. مش لدرجة ان انا اجيب 45% خالص. والرياضة دي كنت طالعة منها مبسوطة، كان في حاجات اصلا اللي هو كنت بحلها كده على طول، لان انا يعني الرياضة دي هقعد فيها طول السنة، يعني مكنتش بسيبها الصراحة، فطالعة اللي مقفلة في الرياضة. اتفاجئت ان انا لا مش جايبة حتى فيها مجموع خالص، يعني مش هيلهاني الـ4 فروع بس، فانا مش مصدقه خالص ان دي ضغطي لحد دلوقتي. لو قدامك يا مريم الدكتور ده حجازي وكيل وزاره التربيه والتعليم دلوقتي، تقولوا له ايه؟ هقول له عايزه اعاده تصحيح ورقي، وان حقي يرجع لي درجاتي، لان دي مش درجاتي. انا واثقه ان حصل تبديل وحصل غلط في المجموعه، حصل حاجه، بس ده مش درجاتي خالص، فانا مش عايزه حاجه غير حقي يرجع بس. انا بقول له يعني يعتبرني زي بنته، هو ما ينطش ان بنته حقها يضيع. انا من اولى ابتدائي واحلم ان انا ابقى مهندسه، دلوقتي حلمي ضاع ومش عارفه هدخل كليه ايه، فمش طالبه منه حاجه بس غير يعتبرني زي بنته ويرجع لي درجاتي. عايزه بس حقي يرجع لي درجاتي، مش عايزه درجات زياده او كده، درجاتي بس. في حد من اصحابك او زمايلك اللي كانوا معاكي كده برضو ولا؟ كان معايا صاحبتي شاطره قوي ما شاء الله، وكنت متوقعه لها برضه 95% وكده، كنا بنطلع بنجح مع بعض وكده، وجابت برضه في الاربعينات برضه. ان شاء الله حقك هيرجع يا مريم، وربنا يسهل الامور ان شاء الله. معانا والده مريم، كلمينا كده يا مدام عن مريم، كانت بتذاكر قد ايه، كام ساعه في اليوم؟
مريم بصراحة كانت بتذاكر كتير قوي، لأن هي كان حلمها، كل حلمها في الدنيا إن هي تبقى مهندسة. فكانت يعني يا دوب على قد أكل صلاة بس، وبعد كده تقعد تذاكر. يا بنتي طب نعملك ساعة، لأ أصل أنا عندي درس الساعة كذا. فساعات كانت كتيرة بتقعد من تصحى الفجر مثلا، لو نامت 2 ساعة ولا 3 تصحى الفجر تفضل قاعدة لحد ما تروح الدرس الصبح، وتيجي تقعد تذاكر من تاني. وكانت بتتعب جامد لدرجة ان هي يعني جالها قولون العصبي، بسبب ان هي على طول في ستريس، حاطة نفسها ان هي عايزة ابقى حاجة، عايزة اقع. فقدر الله ما شاء فعل. وبصراحة أنا نفسي اتصدمت على صدمتك، يعني أنا على طول مبتسمة، أنا اتصدمت على صدمتك وأنا شايفة الصدمة على وشوشكم، يعني غريبة، حاسة إن أنتوا في حالة يعني صدمة رهيبة. احنا يعني احنا من يوم النتيجة واحنا مصدومين، لدرجة إن أنا اتصلت بالمدرس أول ما شفت النتيجة بتاع الرياضة. قلت له يا مستر يعني انت حضرتك شفت نتيجة مريم؟ قال لي لا انا ما شفتهاش. قلت له طب مريم جايبة كذا كذا، بيقول لي ازاي؟ ما صدقش، متوقعش ازاي ده. كان بيبعت للبنات مثلا على الجروب بتاع على الواتس، يا مريم حل معاهم، ومريم هي كانت تقعد تحل، ويبعت اسئلة قبل ما اصحابها يحلوها كانت هي بتبقى بتحل. فاحنا انا نفسي مش مصدقه، والله العظيم انا مش مصدقه لحد دلوقتي. فربنا كريم، وبنناشد السيد رئيس الوزاره والسيد وزير التربيه والتعليم ان هو يعتبرها بنته، او يعني ويحاول ان هو يصحح لها ورقها تاني، لان كده حلمها ضاع وحلمها اتهد. دي بقت يعني تعيط وتقول انا حلمي ضاع خلاص، انا مش عارفة اعمل ايه. وعلى طول من ساعة النتيجة ما ظهرت وهي نايمة، انا اصحيها من النوم، طب تعالي ننزل، انزل اكلم مين، انزل اقول للناس انا عملت ايه. فانا مش عارفة والله العظيم انا اعمل لها ايه، لحد دلوقتي احنا مش عارفين نعمل ايه. والله العظيم ما كمل ساعة وبصيت لقيته جالي، وجاي قاعد يعني جنبيها عمال يحضن فيها ويبوس فيها، وخلاص وقدر الله ما شاء، ومش هجيب، مش هسيب حقك، انا سبت حقي مش هسيب حقك. يعني احنا سيبنا حقه وقلنا يمكن عشان ولد كان بيلعب او حاجه، مع انه كان ممتاز برضو. يعني انا طلعت وانا بطلع شهادات مريم لقيت شهاداته متفوق على طول، طب احنا ليه سيبنا حقه هو كمان؟ بس احنا قلنا يمكن عشان ولد نصيب. فالحمد لله، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء. ان شاء الله حقها هيرجع باذن الله. يا رب يا رب. والد مريم، انا مش عارفه اقول لك حاجه بصراحه. لا ما تقوليش حاجه، انت هتقول كل الكلام، ما تقوليش حاجه. هو عامه تظلم تظلم، احنا دخلنا على الموقع لسه الموقع ما اتفتحش، او مش عارفين ندخل عليه، مش عايز يفتح. فان شاء الله طبعا انا هبعت التظلم وفي جميع المواد، لان الموضوع مش موضوع ماده واحده بس، ولا انا بتكلم على درجه ولا ماده ولا 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 الموضوع يعني انا مش مصدقه لحد دلوقتي، ولا مستوعب بيه، لاني ولا الاخرين ولا اللي حواليا ولا مدرسينها. موضوع مش ما جابتش حاجه اصلا خالص. بنت متفوقه جميع السنين، مش سنه ولا 2 ولا 3، جميع السنين من ابتدائي لحد ثانوي، شهادات تقدير بدوسات، دوسات ملانه في البيت، دوسات. انا مش بتكلم على كده، والله العظيم انا ما بطلب الا حق. بنت قاعد بتقعد 18 ساعه مكفيه على المكتب، هي عامه البنت خجوله ما بتعرفش اصلا تتكلم، حتى لو جت على القاء على اي هوا ولا اي ما بتعرفش تتكلم، لان هي خجوله، ما راهاش الا هي الا المدرسه والدروس والمذاكره لا اكتر، ما فيش خلطه. وفوجئنا ان هي البنت تجيب 45 وتنزل في الاربع فروع بتاع الرياضه. ليه؟ هي ما بتجيب السنين دي كلها كده هباء، وفايده لمين؟ كل الشهادات دي كانت كده هباء. وانا عايز بطالب بتصحيح البنت، ورق البنت، ما بطلبش اكتر من كده. في غلطه، حاجه حصلت غلطه بنتي. يعني انا اقول لو قالوا لو قلت جابت 90 اقول بليده، 90 اقول بليده. ايه اللي حصل؟ هو في غلطه حصلت في الورق، تجميع درجات،
ورقه اتشال باليد، الله اعلم في غلطه، في غلطه الله اعلم بيها، لكن ده من ربع المستحيل بنت دي وتنجح مع الرافه في المواد اللي نجح فيها. ليه العيال تطلع تعيط باللجان في الانجليزي والكيمياء، والسيد الوزير طلع طيب بخاطر اولياء الامور، وبنت طالعه مبسوطه وبتضحك من الماده نفسها، وفي الاخر والله هي من يومها واثقه من نفسها، ومش جيل سنه، من ثانويه عامه جميع السنين، ولو اعلى من كده برضه واصعب من كده انا عارف انها هتسد قدامها بنتي. لكن ما فاجئ ان تجيب 45 وتنزل في ماده الرياضه اربع فروع وناجحه مع الرافه ليه؟ ما بتكتبش اسمها؟ كل شيء متوفر، دروس بتاخد، يعني عندك الكيمياء كان بتاخد مع مدرس هنا ومدرس في السويس اونلاين، في بعض المدرسين كانوا بيدوا هنا وبره اونلاين، يعني ضعفان. هي البنت هي اللي كانت بتطلب وانا ما كنتش مقصر، لان هي عايزه تصل، هي عايزه تحلم، مش يعني عايز اقول لك عيله بتحلم لنفسها وللبلد، مش بتيجي انا بس، حلمها راح ضاع بسبب غلطه مع اي شخص من هنا ولا من هنا ولا من ايه ده. فانا بنشد السيد الدكتور رضا حجازي انه يقف جنبها لوجه الله مره اخرى، او يشوف الغلطه فين. كان عندي عيل بنفس الوضع والظلم، وقلنا عيل وراجل وخلاص وعدى، لكن دي بنت وما جابتش حاجة خالص يا سعادة الدكتور، يا سعادة الوزير ما جابتش حاجة، والله ما وراها ده، والله كمان مرة ما وراها ده، اتغير الورق، اتبدل الورق، اتغيرت الدرجات، والله ما وراها ده. وده مش بتكلم أنا من فراغ، ده مش من فراغ. مفيش ولا مادة في الامتحان، مفيش مادة، ده مفيش يا فندم مادة جابت فيها حتى مجموعه عاليه. مفيش ولا ماده لما كانت بتطلع من الامتحان ابدا، مفيش في يوم جت قالت لك والله انا الماده دي ما حلتش فيها كويس، والله ابدا. انا بقول لسعادتك الكيمياء والانجليزي بعض العيال في بعض المدارس طلعوا عيطوا، ومشكورا السيد رضا حجازي، الدكتور السيد رضا حجازي طلع طيب بخاطر الامور، اللي ما تخافوش عياله وطيب بخاطرهم عشان برضه ما يعمل لهمش فزع، او مشكورا عشان ما يكملوا بعد كده وما تقلقوش، دي حقيقي. لكن هي ما طلعتش زعلان لا من كيمياء ولا من انجليزي، هي متفوقه، هي عارفه هي بتعمل ايه، وده مش غلط ولا عيب. بنت كانت بتتني على قاعده تذاكر على المكتب، طب والله العظيم اكتر من 18 ساعه، عظيم بالله، وانا اللي كنت حاسس وموفر لها كل شيء كان، لان هي عايزه اي طبيعه، اي ولي امر عيله عاطف العلام او عايز يبقى بيساعده، مش عايز يبقى ما بيساعدوش، حتى بيبقى حتى لما يجي يساعده ما بيرضاش يساعده، او بيبقى باين بيقول انا برمي فلوسه في الفاضي. لكن دي من يوم ما ربنا من ساعه ما دخل المدرسه متفوقه، وده شافه بعينيا مع مدار السنين، شهادات تقدير بدون حساب في البيت، دوسيهات مليانة شهادات تقدير. ايه ده؟ ده حتى ما فيش مادة جابت فيها حتى 60-70% مثلا، اي مادة واحدة ما فيش، في غلط يا سعادة الوزير، والله في غلط يا سعادة رئيس الوزراء. انا بنشد رئيس الوزراء وكمال، انا اعرف انه راجل خلوق وراجل على خلق وراجل محترم، السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبيقف جنبه الحق، هو والسيد الدكتور رضا عجازي يقفوا جنبنا يعيدوا اجراء تصحيح الورق، يشوفوا الغلطه فين. انت طبعا بنت مستقبلها هيضيع، هدخلها ايه؟ حتى لو امتحنت هتجيب ايه؟ هتخش ايه؟ تصحيح البابل شيت وليس المقالي ثلاث اربع درجات، انا اعمل بهم ايه؟ هي كله في البابل شيت، هو اللي فيه درجات، هو فيه غلطه، في غلطه غير مقصوده، ممكن في غلطه سعادتك، في من ربع المستحيل، دي ما فيش ماده حتى عدت فيها. ما ايه ده؟ نجاح مع الرأفة؟ ليه؟ وعيال دايرة في الشوارع تجيب 75 و80%؟ ليه؟ هو أنا مش عارف أقول إيه؟ المفروض العيل المتفوق يا فندم ننميه، مش نحطه في الطين. الرئيس رئيس الجمهورية بيجري ويسعى للأجيال اللي جاية، والأجيال اللي جاية تيجي عيال ما في الشوارع جايبه مجاميع طالعه، والعيال المتفوقه ضايعه، يبقى بيعمل لمين؟
يبقى هو بنعمل واحنا بنهد واللي تحتيه بيهد. ها مش رئيس الجمهوريه بيجري وبيسعى للاجيال اللي ورا؟ وفعلا دي حقيقه دلوقتي، الاجيال اللي طالعه اللي تنفع المجتمع وتسطح فيه تطلع في الارض تحت الارض. ومش انا بس، كذا واحد من حالتي برضو. وسبحان الله العيل المتفوق هو اللي بينزل تحت الارض تحت الصفر. وشكرا لسعادتك، احنا معاك بنضم صوتنا لصوتك ولصوت مريم شريف واسرتها. هي هتقدم تظلم، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى والقائمين على الكنترول وعلى العمليه التعليميه انهم يراجعوا البابل شيت بتاع مريم علشان تحصل على حقها اللي هو حقها اصلا، اللي هو حقها الطبيعي. شكرا ليكم متابعي الموقع على حسن المشاهده، شكرا ليكم.